شيحو هاود من كروبي مث بارخ ومن صروفي مث قداش ومن أولف ألفين وريبو ريبون تفل حوثو مليلوثو مث رمرام هاو دال قربون وشملو يفيري والريحو باسيمو إث قربلوخ مقادشت ومشملي قادش او في الفغر ونفشوث وروحوث تكولان اي كانوا دبليبو دخيو وفرسوفو لو بهيث نقريخ الوه ابو شمايون وصالي ونمار ابوند بشمايو فرنسية ما في مثله الفرنسيين ما يحكي مثله
فهو حقيقة مفتاح كبير كان لنا ببداية الهجرة لما تهجروا المسيحيين وبشكل خاص السريان لأوروبا. عنده علاقة قوية مع مدارس، مع جامعات، دائما يجوا ويتعلموا. عنده مكتبة أكثر من 40-50 ألف كتب. هذا المكتبة ما في سبتيليا طرفه، وهذا فخر لنا. نقدر نسميه أنسكلوبيديا، أنسكلوبيديا يعني كتالوج، كتالوج العلم. وبكل مكان كل مناسبة عم يحضر وعم يعاون يتعاون وعم يساعد عم يتبرع. ومبارح كمان أعطى 2000 يورو لكنيسة مارتوما. لا تنسى أبونا ناخذ من رواه ولا كنيسة. حتى الشمامسة تبعه تعرفوا أن اللغة من هي اللغة السريانية، بس تعلموا اللغة السريانية. فأنا طلبي منكم ما بدي لا ملك ولا شيء، بدي دائما منكم كمطرانكم كخادمكم تحافظوا على إيمانكم وشوي ترجعوا مجد اللغة السريانية. الله يخليكم. أولادنا الحمد لله كله يعرفه، بس أنتم كمان الكبار تشجعوهم، والكنيسة لازم تعطي إمكانيات الشبيبة خاصة الكورال سوكو حتى يتعلموا أكثر وأكثر، يعرفوا هويتهم. بكل فخر لما رفعوا العلام السويدي وعلام السرياني قدام بعض، هذا شيء كبير، هذا الشيء كبير. شبابنا يفتخروا لأنه أصلاً يقولوا ناس سريان، هذا علامنا، هو لغتنا اللغة السريانية. فهلا بإمكانيات الموجودة في هذا البلد نقدر نرجع مجدنا، مجد يضاع من حياتنا بأسباب كان بأسباب كثيرة كان موجود بالشرق الأوسط. فالحقيقة كثير مهم، لازم ناخذ عبرة من هالشمامسة البلجيكية. أبونا هو يعلمن، أبونا يعلمن ويعلم الطائفة تبعه كلها بالبلجيكا، بلجيكيين أكثر من السريان يجوا عنده، كله يرفع أبو مشمايو قاضي شطالو وتراتيل. يعني تدخل بالكنيسة يحكي هو معا بفرنسي، بس الأكثرية كلها سريان. ليش؟ يقولوا هذا اللغة لغة مقدسة، لغة سريانية أرامية، لغة المسيح، لغة التلاميذ، لغة الأمنة مريم، وأكثر من هيك لغة الملائكة. قالوا تشبحت والله روح بمرومي مع الرعاة لما ولد ربنا يسوع المسيح. بعدين لغة الملائكة لملائكة حكوا مع الرعاة. فهذا اللغة لغة مقدسة، لو ما كان مقدسة إله من لغة العالم كلها ما كان اختار هذه اللغة يحكي فيها. فولو ما تحكوا هذا اللغة، بس هذا اللغة أنتم صاحب هذا اللغة، عندكم كنز بإيدكم بجوز ما تعرفوا قديش هو ثمين. ليعرف يشوف يقول مثل جوهرة، هذا جوهرة كبيرة، مرات ما نعرف جواهرنا غيرنا، ليعرفوا قديش هو ثمين. فشكرا لأبونا صامويل، نصلي هو يصلينا ليلا ونهارا على كلنا، لكن نحن كمان نصلي حتى يقوى أكثر ويحمل هالرسالة اللي ربنا أطاله حتى يكملها في حياته. وامبارح كمل 46 سنة من حياته الرهبنة، فنرحب أبونا صامويل. سيدي امبارح الله يبارك عليكم ويهيمنوا ذاتكم كتبوا هيكم
كم حيو هلا بربثو هافي بس لني الله مرخل كل بس عربي سنة لازم مشغول بعربي الله يبارك في جميعكم أمين ما بقى كثير أبونا قليميس بدنا نشكره هو كمان